اهلا وسهلا. انا سارح سميت دي قاري قاري، هذا محل ديال البرودوي ديال الادوات ديال المواد اللي صنعوها النزلاء ديال ما ديال السجون، كنقولوا السجون. دونك هذه لا برودكسيون كارسيرال ديال ليكونومي كارسيرال، الانتيليجونس والاكسيلونس ديال ليكونومي كارسيرال ديال الطاليان. داير لهم محل هنا خاص كبير، دابا انا مضطر باش نسجل فيه، ما غايبانش داخل شنو فيه. فريزو، هادو هما المحلات ديال اعادة الادماج، ماشي ديال انه الانسان يدخل للسجن، خصو يخرج انسان قوي، ما يخرجش انسان منحرف. فما ابدعته هي الصانع، هما دايرين من اوسطا سالا سيراكوز اللي ينتجوها النزلاء ديال دور يسمون دور الاصلاح السجون، في لي برودوي ارتيزانالي، يعني الارتيزانا في مختلف الاشكال، مختلف المسائل اللي يصنعوها هادو النزلاء ديال دور الاصلاح. اللي عندهم عقوبة نفسية من الاقرار البدني، ولكن في اطار اعادة الادماج والتكوين كيدخلو تما يتعلمو الصنعة ويخرجو ويصنعوها مزيان. هنا كتبان عليها هادي ديال ها هي ارستيا مقيمة، يعني بقاو قافلة الانسانية، بقا انسانية الانسان. اعادة الادماج جميل، شارع واحد من اهم الشوارع في تورينو، دايرين فيه هاد المحل. هادي هنا بالاتسو دو تشيتا، وهذا يعني شارع، هذا شارع ميلانو اللي كيخرج البلاصه ديال بياتسا ديال ريبوبليكا. دايرين في هذا المحل هذا باش يبينوا المنتوجات ديال هاد الناس اللي حكمت عليهم الظروف يدوزوا العقوبه ديالهم في الاقرار البدني، ولكن كينتجوا كيصنعوا كل شيء من الخبز، يعني هاد الحوايج المنتجات، يعني الشوكولات الخبز الادوات الصناعات التقليديه، ما ابدا سؤال يعني المسائل اللي كيعرفوا يديروا. تباع هنا وانا ما غاديش نقدر نعرف لي هذه المداخل هذه فين كتمشي، واش هما كيديروا بيناتهم شي حاجه، ولا كاين شي صندوق اللي كيعاود يخول لهم الدعم، ولا كيديروا كوبراتيفا، ولا ما عرفت حتى بالحقيقه. مزيان عقد في مكان الحال، ماشي من وسائل ديال التربية ديال إعادة الإدماج الإتقاء باش إنقاذ المجتمع من مزيد من الإنحراف التكوين، ومن بعد يخرجوا صناعيين ويمشيو يكملوا الصناعيين.